هلا نحن بالسيارة مع زيد أشكناني، هي عملنا لفة صاروخية على حلبة دبي أوتودروم. محرك السيارة 3.8 6 اسطوانات، كم حصان بيولد؟ 450 تقريبا. 450 حصان. دفع خلفي ولا دفع رباعي السيارة؟ لا خلفي. دفع خلفي. خليكم معنا تنتمتع بهاللفة مع زيد. هلا ابو زيد قال له لزيد عشان يخوفني، فانا نشوف. شو ابو زيد؟ دفان؟ اسمع صوت الكركعة. هذا اكيد من الكلتش الصوت. هذا الكلتش تبع الباري تبع الكلتش. الكلتش بالسيارة بس بيستعمل للجير الأول.
معقول زيد عن جد ما شاء الله عليك تماسك سيارة رائع قوة الهاندلينج والقوة عندك يعني بال مسك السيارة على البريك وعلى الاكسلريشن وعلى اللفات الله يكون معك وان شاء الله نشوفك بطل السنة يا رب ان شاء الله استمتعت بس بالرحلة وسامحنا على الكسور لا عادي عادي يعني واحد شو بيطلب اكثر من هيك انه سيارة الحلمة انا بحبها 911 انا بحبها وتكون سيارة سباق ومع بطل عم بسوق على ال ويقولوا ارسائك سباق ما بيتعب بالسواقة خلينا نجربوا الكرسي هون يشوفوا قوة الجاذبية جي فورس وكل شيء اللي عم بيصير ثانك يو فيري ماتش وي هاف تو جو ذا كار از هوت وي نيد كولينج انا والله واي از اون فاير ثانك يو